الأخ يسأل يقول: إذا ذبح المسلم ولكنه لم يسم الله فهل نأكل ذبيحته؟ الجواب أن هذه المسألة فيها تفصيل. إذا ذبح المسلم ولم يسم الله عامدا متعمدا بترك التسمية فهذه الذبيحة لا يجوز أكلها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما إذا ذبح المسلم ونسي حين ذبح التسمية فهناك من أهل العلم من يجيز له أن يأكل هذه الذبيحة، لأن النسيان ليس بيده وهو مرفوع عنه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان يتجاوز عنه. وهناك من أهل العلم من قال بأنه لا يجوز أيضا أن يأكل منها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يفصل إذا كان ذلك عن عمد أو عن سهو. والذي أرجحه وأفضله أن الشخص يتجنب هذا من باب الأحرم، وإن كان في حاجة ويعني من الفقراء أو ممن يصعب عليهم ترك ذلك، فإذا أكل فلعله لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لأن دليل الذين قالوا بأن النسيان لا يؤاخذ به دليل قوي، والله تعالى أعلم.